امبارح رحل عن عالمنا الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، واحد من أشهر مراسلين مصر الحربيين للإذاعة وقت الحرب وحرب أكتوبر، اللي لعبوا دور بارز وقتها. الأستاذ حمدي الكنيسي كان لينا لقاء معاه اختص من خلاله برنامج صباح الخير يا مصر، واتكلم فيه عن مشواره الإذاعي والإعلامي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صوت المعركة. برنامج يعده ويقدمه حمدي الكنيسي. أنا أذكر طبعا أول يوم أقول يعني هنا القاهرة، وخد بالك أيامها كان دخول الإذاعة والتلفزيون أيضا أعتقد كان مهمة يعني صعبة جدا. يعني إحنا جيلنا اللي تقدموا كان عدد يصل إلى 8000، تم تصفيته فترة بعد فترة لغاية 6، نجحنا 6 فقط من 8000. فأنا كنت الأول أنا والزميل فايق فهيم، ودخلت برنامج العام، وعلى طول أخذنا فترة تدريب يعني عميقة جدا سنة ونص لغاية ما قلت هنا القاهرة. وأنا أذكر أن يوميها كان المذيع السوبر يعني القديم اللي أنا قاعد معاه كان أحمد فراج، فانا بقى مستنى اخد بقى ابدا انا اقدم انا كمان هنا القاهره، انا استمع الان الى كذا وكذا، وهو قاعد يقدم الفقرات عادي، وانا اقول الله ايه الحكايه ده احنا قربنا نخلص يعني. ولقيته بقى فجاه كده قال لي الفقره الجايه انا اخترتها انت اللي تبدا بيها يعني عملك وحياتك الاذاعيه. الفقره الجايه هي كانت نشيد الله اكبر. فيعني كان جميل ان الواحد يبدا حياته الاذاعيه بالله اكبر. واستمرت الرحلة لغاية بعد كده ما انتقلت إلى صوت العرب، لأن توجه صوت العرب القومي ودورها القومي الحيوي جدا خلاني أقبل دعوة مدير صوت العرب وقتها الأستاذ سعد زغلول نصار أن أنا أروح هناك كمراقب للبرامج الثقافية. ويعني استمر المشوار بقى ده. إنما يعني في حاجة يمكن أعتقد أنا كنت الوحيد في الإذاعة أن برامجه تذاع في إذاعتين رئيسيتين في وقت واحد. فأنا كان ليا برنامج في البرنامج العام صوت المعركة، وبرنامج في صوت العرب يوميات مراسل حربي. وده كان يعني حالة نادرة في الإذاعة أن اسم مذيع ومذيع شاب يتردد في الإذاعتين الرئيسيتين بهذا الشكل. ودي مرحلة طبعا بالغة الأهمية مش لي أنا كشخص فقط، إنما لنا كمصر وكأمة عربية طبعا، لأنها كنت أنا بغطي إذاعيا وصحفيا بعد كده أمجد وأعظم أيام حياتنا في تاريخنا الحديث لما خضنا حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر، وحطمنا كل أساطير إسرائيل وحلفاء إسرائيل وقتها بانتصار يعني بلغ حد الإعجاز زي ما قال الرئيس أنور السادات. من ذكرياتي أن أنا كنت في أحد الأيام وحصل اشتباك جوي، وطيارة ميج 17 عرفت أنها أسقطت طيارة فانتوم إسرائيلية، وفرق ضخم جدا في الإمكانيات. الميج 17 هي أقل أنواع الميج في قوتها. المهم على طول الطيار المصري ضرب الطيارة الفانتوم، دمرها أسقطها، وهو نط بالباراشوت إن برضو طيارته انضرب عليها. وأنا رحت له المستشفى في نفس اليوم وسجلت معاه، ما زلت أذكر اسمه. والحقيقة يعني أنا كنت في يعني دهشة وسعادة بالغة، إزاي أنت جات لك هذه الجرأة إنك أنت بميج 17 تتصدى للفانتوم بهذه الصورة وتسقطها أيضا. وطبعا أيام الحرب يعني الصعوبة أن أنت بتواكب الأحداث كلها، أن مش كل الناس متاح لهم حتى أن هم يدخلوا المبنى. يعني أنا فاكر أن عدد من الفنانين حاولوا يدخلوا المبنى يوم 6 أكتوبر ومنعوا وزعلوا جدا، لولا أن هم اتصلوا بالزميل وجد الحكيم وقالوا له كان بقى مين؟ بالغ حمدي وعبد الحليم حافظ وصلاح عرام ومصطفى الدمراني، مجموعه هايله.
واحمد فؤاد حسن وكده يعني. فدخلوا هو كلم رئيس الاذاعه بابا شارو محمد محمود شعبان وفق لهم ودخلهم. وكان الجميل هنا بقى ان قوه مصر الناعمه القويه جدا، ان الفن بعبقريه بليغ حمدي والاداء الجميل جدا لعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية والفرقة الموسيقية أحمد فؤاد حسن وكده، اتعملت الأناشيد وال يعني الأمور اللي هي فعلا كانت بتهز الشعب كله وكانت بتوصل للمقاتلين. وأنا في الجبهة كانوا بيتكلموا معايا، وأنا أذكر في مرة إن أنا رجعت، أنا كنت بسافر الجبهة بعد الفجر وأرجع بعد المغرب مع آخر ضوء يعني زي ما بيقولوا. فمرة رجعت وكان بليغ حمدي وعبد الحليم وكلهم موجودين، ولقيت بيقولوا لي ما تيجي، انا داخل الاستوديو بقى اعمل مونتاج للقاءات اللي انا عملتها لصوت المعركة والبرنامج الثاني يومات مراسل. فطلعت اسلم عليهم ايه الاخبار وبتاع، قول لنا حاجة كده قبل ما تزح يعني. قلت لهم النهاردة تم تدمير لواء مدرع اسرائيلي قوي جدا، وتم أسر قائد هذا اللواء اللي هو كان عساف ياجوري. حتى يوميها أنا فاكر عبد الحليم حافظ طلع من جيبه، أيامها كان شلن الورق ده الخمسة جنيه الورق دي، طلعها وقعد يوزع علينا. حتى بليغ قال له بقى ده خبر اتخذ فيه شلن يا عبد الحليم وكده. وبعدين لقيته التفت عليا وقال لي بقول لك ايه، وردة جزائرية وردة هتسجل فوق دلوقتي الأغنية اللي هي وأنا على الربابة بغني، تعالى وانت كده بالأوفرول بتاعك وعليك الرمل بتاع الصحراء سينا وكل ده تقف معاها في السدو ان لها يعني جو من الحرب، هي هتشوف تفتكر الحرب على طول. وفعلا حضرت، ودي من الذكريات الخاصة ليا جدا. التلفزيون الوطني، مش عايز اقول حكمة الحكومي والرسم وكده، التلفزيون الوطني الذي انطلق من ماسبيرو ويعمل من ماسبيرو بكل ما لدى ماسبيرو من تاريخ ومن قيم ومبادئ، يعني بتحرك، وأرجو أن التحرك بتاعه يكون أفضل وأسرع مما هو عليه الآن. في خطوات بتتعمل إنما أتمنى أنها تنطلق أكتر. لازم هنا نذكر بقى بالاحترام وزير الإعلام الرجل الذي كان وراء نهضة إعلامية الدكتور عبد القادر حاتم، وأيضا نذكر حقيقة معروفة للجميع إن التلفزيون قام على أكتاف الإذاعيين. لو انت استعرضت اسماء رواد التلفزيون همة مصطفى وتمادر التوفيق وصلاح زكي وهذه المجموعه كلهم ابناء الاذاعه، وكلهم راحوا وعملوا يعني القاعده الاساسيه لانطلاق تلفزيون. وحتى بعضنا اشتغل من الاجيال المختلفه. انا بالمناسبه لي انا شخصيا كنت بدات اعمل برنامج اسمه لمسه وفاء عن اسر المصابين والشهداء في حرب اكتوبر، وتركته بعد كده للزميلة نجوى إبراهيم. والأمور كلها مشيت لتؤكد أن التلفزيون صلته بالإذاعة صلة وثيقة وقوية للغاية. بالمناسبة التلفزيون لما ظهر قيل وقتها أن الإذاعة هتتراجع وكده، لم يحدث بالضبط. ده اللي اتقال لما الإذاعة طلعت وقالوا على الصحف والجرايد لا ده انتهى زمنها لأن الإذاعة دي صحافة مسموعة. إنما في قاعدة بقى بتقول لا توجد وسيلة إعلامية تجب وتلغي وسيلة إعلامية أخرى. فحصل هذا التعايش السلمي بين التلفزيون والإذاعة والصحف أيضا، وانطلقت العملية الإعلامية المصرية. وأعتقد أن من هنا بقى نتكلم عن دور الإعلام المصري. أتمنى أنه يرتفع إلى مستوى ما تشهده مصر من إنجازات تاريخية، وهذا الكلام بعيد جدا عن أي تصور لمبالغة أو يعني انحياز بصفة أو بآخر، لأن الإنجازات التي شاهدناها ونشهدها. أنت عندك دلوقتي الجيش المصري رقم 9 في العالم بإمكانياته، القواعد بتاعته البحرية رقم 7، الدبابات أو المدرعات رقم 4 إلى آخره. يعني انت واخد مكانة عظيمة جدا، واعتقد ان هذه المكانة لجيشنا والتطوير اللي تم في هذه السنوات الاخيرة
تخليك تشعر بالاطمئنان تماما والاعتزاز بجيشك إلى آخره. أيضا علاقاتك السياسية، احنا كنا لفترة طويلة للأسف الشديد انبطحنا تحت أقدام جهة واحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية. دلوقتي استعدنا التوازن في هذه العلاقات الخارجية، وبقى ليك علاقاتك مع الشرق، اتجهنا أيضا للشرق، لروسيا، للصين، للهند، لليابان إلى آخره، مع الاحتفاظ بعلاقاتك الاستراتيجية مع أمريكا ومع الاتحاد الأوروبي. ده إنجاز برضو بعد سنوات كثيرة جدا من العزلة العالمية إلى آخره. أيضا عندك الإنجازات بقى الاقتصادية، يعني عملية البناء والتنمية والتعمير وشبكات الطرق والمصانع وإلى آخره. فأنا شايف أن كل هذه الإنجازات حتى الآن بتدعو الإعلام إلى دور أقوى وأكبر حتى يرتفع إلى مستواه. أقول للتلفزيون أنت كنت رائدا ولك مكانة متميزة تماما على الساحة المصرية والعربية والإقليمية والدولية، ولديك كل الإمكانيات أنك تعيد تاني هذه الصورة، وأنت في الطريق إليها إن شاء الله من خلال الهيئة الوطنية للإعلام ومن خلال دعم الدولة بكل وسائل الدعم. وأقول لكل الزميلات والزملاء في التلفزيون أنتم لديكم رسالة، ما هيش وظيفة، أنتم يا من تعملون في التلفزيون ليست وظيفة من تعملون من خلالها، إنما هي رسالة، وهذه الرسالة تفرض عليكم الجهود المتواصلة، العمل على تطوير يعني برامجكم وأفكاركم باستمرار، لأن التطوير ده شيء مهم جدا في ظل المنافسة مع الإعلام الخاص والإعلام العربي والإعلام العالمي، خاصة في مواجهة الإعلام المعادي.